بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هشرح اليوم كيف ممكن أرسم المضغط المعماري للفيلا دي. أنا حابب أشرح في الجزء اللي كان شرحنا عليه، الجزء بتاع الأرضيات. فهبتدي من الصالة دي هنا. طيب، الصالة دي 8 × 10.5، فيها شباكين، طول الشباك 3 متر، والشباك يبعد من الجدار 20 متر. طيب، أنا حبدأ بسرعة أرسم ركتانجل، أخذ المقاسات الرئيسية بتاعتي، أو حتى ممكن أرسم لاين عادي 8 × 10.5، أو بولي لاين مثلا، بولي لاين 8 × 10.5، 8 × 10.5. طيب، ركتانجل جمعي. طيب، هعمل أوفسيت بسمك الجدار، سمك الجدار اللي هو 20 سم تقريبا. أعمل أوفسيت × 20 بالصورة دي. عندي باب بيبعد من الجدار هنا 1.99 متر، فرضا 2 متر، وهو 1.60 متر. طيب، هرسم لاين صغير هنا وأعمل له موف 2 متر، بعدين أوفسيت 1.6، ترم، انتر، وأقص الباب بتاعي. عندي هنا الشبابيك، قلنا بعد هنا ده بعد 1 متر. هرسم لاين أول صغير هنا، موف 1، بعدين أوفسيت 3، بعدين هنا عندي المسافة دي 2.30 متر، أوفسيت 2.3، بعدين 3، بعدين الجزء الأخير ده المفروض يجي معاي 1.20 متر. طيب كده مظبوط. الشبابيك ممكن اخده من هنا او اخده من اي بلوك جاهز من المكتبة بتاعتي، عشان انا ما عايز ارسمه. هاخده كوبي هذا، كوبي هنا وكوبي هنا. طيب، انا عايز ادي البولي لاينز بتاعتي دي سمك زي ما هنا. يعني حاليا ده الشخص اللي رسم الرسم ده راسم ببولي لاين عنده سمك، فأنا ما عندي. ممكن أعمل ماتش بروبرتيز، أخذ نفس الخصائص اللي هنا MA Enter اللي هو ماتش بروبرتيز أو نسخة الخصائص، أختار كليك هنا وأختار كليك أرسم، حدد على الشكل اللي أنا رسمته كده. فدي حالة. أو ممكن أعمل بي نشوف كده بولي لاين بي ال طيب، معلش أنا نسيت الأمر. بي إيديت، أيوة بي إيديت اللي هو تعديل البولي لاين. بي إيديت، اختار البولي لاينز، اختار بولي لاين هنا وأحكي له ويدز، أحدد سمك ال سمك أو الويدز سمك ال اسمه إيه ده اللاين اللي أنا عايزه. يعني أحكي له مثلا 0.1، شايفة كده اداني سمك
واحد كتيرة كنترول زد واحكي له مثلا 0.5 بيديت اختار ويدث احكي له 0.05 فاتوقع كده كويس معانا. حمل ماتش من ده على كل اللاينز بتاعتي طيب حيبقى معايا اللاينز اللي انا رسمتها دي ما دي اصلا هي ما ولي لاين هي كانت لاينز انا رسمتها ما حد عمل لها ممكن اعمل لها بيديت اختار هو بيحكي لي هو حاليا كان لاين فما اخترت عليه وعملت بيديت بيحكي لي do you want to turn it into one احكي له yes وانتر ماتش نفس الحكاية هعملها هنا دي إيديت واي انتر ماتش ام اي انتر طيب في كسرة صغيرة هنا انا ما عايز تظهر معاي هعمل فيلت عشان ايه او جوين مثلا عشان يوصلهم مع بعض جوين انتر وصلهم حيكون معي حاجة واحدة كده نفس الشيء هنا جوين اختار زي كده انتر هنا عمل بي اديت انا عشان ارتاح من الحاجة دي باخد مثلا فايل جاهز زي ده كده واعمل ماتش بروبرتيز واحكي له كده كله بعدين تاني بجي بختار اللاين الصغير الأحمر واحكي له طيب فدي حاجة طيب بإيدت اختار على ده ودس احكي له مثلا بوينت تو لا بيتا بإيدت ودس بوينت او تو طيب تمام كده خلصت رسمة الجزء اللي هنا عندي هنا فراغ تاني 6 × 8.8 يعني 6 مثلا في 8.10 طيب اعمل offset بس دي عشان انه متصل مع بعض انا هفجره وعمل اكس عشان يعني انا عملت ليه كده عايز اعمل اوفست من نفس الخط ده 6 متر فلو عملت كده هعمل اوفست بالطريقة دي او حتى ممكن ما يعمل او حاليا ما عايز اعمل طيب فهفجره عشان يكون خط يعني بدل ما هو متصل يكون كل خط يتحرك لحاله اكس انتر يعني كل خط بيجي خط منفصل اوفست 6 بعدين 20 سنت يعني بدل ما اكتب بوينت 20 ممكن اضغط كليك هنا كليك هنا عشان ياخد نفس العرض ده حدد هنا طيب بس عندي الفراغ بيبدأ من هنا ممكن ارسم لاين واعمل دايمنشن من هنا من هنا عشان اعرف الرجوع ده كم 3.20 متر ممكن ارسم لاين
حركه offset أو move 23 عشان يكون ده بداية الفراغ بتاعي. أنا خدت من هنا اللي هو من الركن هنا لغاية هنا 320. بعدين ممكن أعمل offset بنفس المقدار ده عشان أعمل السم كده offset 20 trim enter ممكن هدوس كده الخطوط دي عايز أوصل للآخر EX double enter MA enter عشان أعمل نسخ الخصائص trim double enter. طيب الخط ده مفروض اللاين اللي هنا ده 8 متر 10 offset 8.10 EX double enter أوصل لهنا أوصل لهنا. طيب خلاص ده أنا همسحه لأن الجزء اللي هنا ده كيرف. طيب عندي هنا أرش في الجزء ده. طيب الأرش ده ممكن أنا أعرفه. طيب أرش لينكس راديوس طيب هو أرش عبارة عن 6 متر 32 زي ما واضح معانا هنا. ممكن أرسم دايرة سي نصف قطرها 6 متر 32 موف بس هرسم خط في خط مساعد في الوسط هنا عشان اخد من السنتر احرك هنا بعدين ممكن موف ممكن اخد من هنا كده قدرت لحمتها معاه تريم اقول انتر وادوس هنا وادوس هنا باقي باقي الدايرة ما عايزه والخط ما عايزه. بعدين offset والoffset هنا عبارة عن 20 سنت offset 20 1 2 اللاين ده برضو أنا ممكن ممكن أعمل fillet هنا عشان أوصل الخط ده مع الخط ده مع الكيرف F enter بعدين MA enter عشان أخد نفس خلاص الخط ده. ممكن أرسم خط هنا وMove 20 EX enter double enter trim double enter اللي هو دي أول مرة رسم. أنا بحاول أشتغل بسرعة عشان بس التسجيل ما يطول معي. طيب عندي تفصيلة هنا في الحتة دي. طيب عندي لاين هنا طالع برا. أول حاجة دي كم بروزة 20 سنت أعمل offset 20 بالطريقة دي. طيب عندي لاين هنا بعد كم اعمل arch links animation arch links عشان يديني طول الارش بعد متر و6. طيب متر و6. طيب انا عايز ارسم خط يكون موازي للكيرف ده.
هرسم لاين. كيف ارسمه؟ بضغط شيفت، انا عملت لاين انتر، بضغط شيفت مع كليك يمين، بختار حاجة هنا اسمها بيربنديكولار اللي هو عمودي على، يعني اي خط انا برسمه حاليا بيكون عمودي على الجزء اللي انا بضغط عليه كليك. يعني لو عملت كليك هنا هرسم خط عمودي في اي مكان انا واقف عليه، هضغط كليك في اي مكان كده او لا هلغيه، بس هختار من هنا اوفست، هرسم من هنا اوفست متر ستة، بس هي غالبا ما هتكون مظبوطة. اذا انا جيت هنا عملت تريم، بس عايز اشوف ال ارش لينكس متر 16. طيب هحركه شوية، هي حاجة بدائية شوية لكن معلش، بس انا ما عارف طريقة تانية ارسمه بيها. هعمل اوفست مثلا بوينت 10 تريم. انا بعمل تريم ليه؟ عشان اقدر اقيس طول القوس ده، بس طول القوس ده بس. لكن اذا ما عملت تريم هجيب لي طول القوس كامل، عشان كده انا رسمت خط وبعمل تريم بعده هنا او هنا، المهم واطيبر اي مكان افصل الخط من باقي الارش عشان اقدر اعرف طول الخط متر ستة. مظبوط، خلاص همسح ديل، هرسم لاين شفت كليك يمين واعمل له بيربنديكولار، اضغط كليك هنا واسحب لبرا، ممكن كليك في اي مكان، بعدين اخذ الخط هنا واحركه تريم دبل انتر هنا وهنا، هذا خلاص ما عايزه ماتش ام اي انتر. علشان انا حاسي بشرح بسرعة، بس عشان الفيديو بياخد حجم كبير فما عايز الحاجة دي تتأخر معاي. طيب هتراجع، بس انا اللاين شكله مظبوط، لاين شفت كليك يمين بيربنديكولار كليك هنا هو مفروض فوق ما يلف معي كده، انا ما عارف ليه بيلف. وما حيرسم لاين الا يكون عمود. ممكن في طريقة ثانية احترافية أكثر، بس أنا ما بعرف غير كده، أحاول مش أموري كده بس. لاين شفت كليك يمين بيربنديكولار اوفست فاصل 20 تريم دبل انتر. طيب انا بحاول ارسم بقدر الامكان في المكان الصحيح عشان ما يجيني هنا فرق لما اعمل اوفست. ممكن اعملها واتجاوز الحاجة دي، بس ما عايزة تكون مظبوطة. طيب بيربنديكولار أسوأ حاجة الرسم مع الأرشات.
طيب انا هضغط على الحاجة دي وهرسم offset 20 trim shift، ممكن اضغط shift عشان يعمل extend عشان يوصل ده مع الاخر، او اعمل ex double enter اوصل ده في الاول بعدين trim للي هنا trim double enter كليك هنا كليك هنا. طيب هنا عندي طيب عايز اقيس الارش اللي هنا ده برضو، ممكن اعمل تريم، لازم اعمل تريم هنا عشان اقدر اقيس الخط، لازم افصله في الاول عشان اقدر اقيس طول الخط. طيب 78. طيب هرسم لاين مبدئيا، طيب ده فوت واصل للاخر. طيب اكس او انتر لاين، اوفست فاصل 78. طيب الترم اقصده كده مبدئيا واشوف ارش لينكس، ممكن اعمل ترم هنا كمان. طيب 81 من 78 ممكن احركه حوالي 3 سنت، اعمل ترم تاني. ثمانية وسبعين كده مظبوط. طيب امسح اللاين دي او لاينز اي اكس عشان اعمل اكستند. طيب ممكن برضو اعمل لاين بيربنديكولار، لاين كليك شيفت مع كليك يمين بعدين بيربنديكولار. حاول يكون أقرب ما يكون من النقطة EX دبل إنتر. بعدين هنا عندي زي مربع 15 سنت، أوفست 15 EX ترم بعدين ماتش. طيب هحتوي هذا الشباك نفس الخطة، عندي هنا اوفست 11 بس 6 سنت سمك الشباك، اوفست فاصل 11 بعدين اوفست فاصل 6 كان افصلها فاصل 3 عشان اعمل اوفست على مرتين. ترم اقول انتر اعمل ماتش روبرتيز من ده ام اي دبل انتر عشان اخذ نفس الخصائص. طيب انا رسمت الجزء اللي هنا، لو قسمت الشكل بتاعي النص هلاقي ان الشكل اليمين هو نفس الشكل اليسار، فانا ممكن اعمل ميرور، ارسم لاين في الوسط واعمل تريم اقص كل اليمين واعمل ميرور من الجزء اليسار. طيب هعمل كيف، اكس لاين من الوسط هنا تريم تقول انتر واقص كده. طيب الخط ده ما عايزه او خليه طيب عشان بس نعرف. بعدين اخذ الجزء ده ام اي انتر ميرور، كليك هنا كليك هنا انتر. طيب اعمل اكستند دبل انتر اي اكس دبل انتر
معلش انا سريع شوية بس مضطر اعمل كده. ممكن اعمل اكس دبل انتر خليه يوصل للاخر بعدين ترم. طيب كده انا قدرت ارسم الجزء اللي هنا عندي باب يبدأ من بعد الأرش بمتر 88، هفترض انها متر 90 والباب نفسه متر 10. هرسم لاين من الأرش هنا اوفست متر 90 بعدين متر 10 1.10. بعدين ترم دبل انتر. ممكن ارز كمان الخط ده انا عايزه ام اي انتر الصورة دي. نفس الكيفية ممكن ارسم الجزء اللي هنا، يعني عندي هنا 3 متر اوفست اوفست 3 بعدين 20 سنت. طيب اول حاجة عندي الجزء الاول ده هنا 2 متر، هاخد اوفست 2 بعدين افصل 20 سنت سمك الجدار. بعدين تاني عندي 1.60 1.6 بعدين فاصل 20 ترم دبل انتر وأقص هنا طيب هنا كمان عندي هنا باب يبدأ بعد DAL عشان اخد دايمنشن بسرعة بعد متر ونص. ممكن اعمل انا بستخدم حاجة اسمها اكس لاين، يعني خطوط مساعدة بصورة سريعة، يعني XL انتر اعمل واحد هنا كليك واطلع فوق كليك اطلع فوق اوفست فاصل 5 بعدين تريم دبل انتر كده خلاص خلصت منهم بمسح وارسم لاين هنا لاين هنا لاين ام اي انتر عشان اخذ نفس الخصائص. طيب عندي باب هنا بيبدأ بعد 90 سنت وشو بتاعت الباب نفسها 20 متر والباب ده هنا لا هما ما موازين لبعض، هما المفروض يكونوا موازين لبعض. طيب ما في مشكلة. ده هنا 90 بعد 90 وده هنا بعد 95 بس الأبعاد بتريحني في الشغل، فهاخدها بعد 90 متر 20. طيب أولا أرسم XL قلنا دي خطوط مساعدة أوفست فاصل 90 بعدين أوفست 1.20 تريم دبل انتر وأقص هنا بعدين أوفست هنا 95 بعدين 210 فاصل 95 بعدين اوفست 1.1 ترن دبل انتر وخلاص كده مع السلامة. لاين هنا ممكن ارسم لاين واحد طويل
لا هم ما جنب بعض. طيب ترم ام اي انتر لاين ام اي انتر. انا برسم فراغ فراغ. انا هو صح حاجة انه اشتغل على شبكة، يعني ممكن ابدا خط واحد من الاول للاخر بعدين اقسم. انا بس هخلص، انا عشان عايز ارسم جزء معين فاشتغلت بالطريقة دي، لكن الطريقة الاصح هوريك لها شوية كده بس اخلص دي. طيب 80 والباب 80 لاين اكس لاين اكس ال انتر. طيب اكس ال شيب فاصل 8 الباب فاصل 8 ترم دبل انتر. بعدين ممكن اعمل لاين هنا ام اي وحدد. طيب عندي هنا ابواب هنا او معمولة دوتد لاين، ممكن ارسم لاين أحدد على اللاين و ممكن أشتغل على ليرز. طبعا أصح حاجة أن أختار كل الشغل بتاعي ما عدا مثلا شبابيك، كل الجدران أعمل فلاير. طبعا قلنا أول حاجة معلش أنا خربطت شوية، افترض أول حاجة أبدأ بلايرز بس ممكن ارسمه بعدين احط لايرز. طيب اختار هنا اعمل نيو لاير اسميها مثلا 00 وولز. انا عملت 00 بس لان ممكن يكون في لاير تانية فيها نفس الاسم، فاختار كل الشكل بتاعي ما عدا الشبابيك. كيلو من هنا حطهم لي في لاير 00 وولز. ممكن اختار على الشبابيك حطهم في ويندو، هم اصلا في لاير اسمه ويندو فخلاص خليهم في ويندو. طيب انا عندي هنا ارش ممكن اختار عليه كده، مش ارش قصدي خط متقطع، يعني في باب هنا في فتحة بدون باب، يعني هي الفتحة فتحة باب بس ما مركب عليها باب، بتتعمل على شكل خطوط متقطعة. اختار هنا هيدن ده ومثلا هاي اختار هنا برضو اعمل نيو لاير لاير جديدة وأسميها مثلا هيدن للأشياء المخفية، مثلا أغير في اللون لا هو في اسم في لاير تاني بنفس الاسم فهسميها برضو 00 هيدن. هغير في اللون مثلا زي ما أنا عايز أخليها خط رمادي، أختار من هنا خلي عادي هنا ما اختار، اختار من هنا هيدن 00 هيدن. طيب انا عايز خط متقطع فحامشي layer properties اغير في continuous دي واختار هيدن اوكي واقفل. طريقة دي. طيب انا ما هخلص الشكل كامل، انا بس حبيت اوريك كيف انا بشتغل. الاصح انه نرسم كامل الخطة بعدين اعمل منه اوفست لكامل الخطة بعدين افصل، يعني مثلا اخد طول من هنا لهنا
3 متر و20 2 متر و20 أرسم لاين 3 متر و20 لا مش 3 متر 32 متر و20 بعدين offset عشرين صمت بعدين offset بالقيمة دي مثلا 6 متر لو ملاحظ الخط كله ماشي في خط واحد اللي هو 6 متر دي فكل مكان حلاقيه 6 متر فحاخد كل جزء ابدأ كله مع بعض 6 متر بعدين 20 سنت بعدين ممكن ارسم لاين بأي طول هنا اوفست فاصل 20 بعدين فاصل بعدين اوفست 4.6 ممكن اكتب 4.6 او اضغط كليك هنا كليك هنا هيختار هو تلقائيا كده هيضبط المسافة على الأجزاء اللي أنا عملت عليها كليك يعني عايز 20 سنت بعمل أوفست كليك هنا كليك هنا هلاقي عمل 20 سنت بعدين تاني طيب دي 10 مع 20 ايش جدران الحمام 10 معمولة ف حلقة دي مثلا offset بعدين offset 10 بعدين offset كليك هنا وكليك هنا يعني ممكن اشتغل حتى بدون dimension حاليا بس بضغط كليك في اول الفراغ كليك في اخره بياخد نفس البعد يعني هي عندي 10 سنت برضو ممكن اعمل اوفست كليك هنا كليك هنا بس خطين يعني اضغط في نقطتين متعامدين ما اضغط كليك هنا كليك هنا لا بضغط كليك هنا يكون الخطين ماشيين في خط مستقيم بعدين اوفست بعدين 20 وهكذا يعني انا ما عايز انه حاخد معي زمن طويل ف دي الطريقة بعدين بجي بفصل يعني هنا عندي جزء هنا 3 متر ونص طالع كده 60 سنت ممكن اخذ offset 3.5 بعدين 60 سنت 0.6 أنا استخدمت خطوط مساعدة بس هعملها بلون تاني أو حتى لو عايز ألخبطك طيب offset 3 متر ونص 3.5 بعدين 0.60 ممكن أرسم بولي لاين أو لاين حتى كليك هنا كليك هنا كليك هنا وأمسح الخطوط اللي أنا عملت منها أوفست دي بعدين أوفست بسمك الجدار المعمول هنا اللي هو 20 سنت فاصل 20 ترين دبل انتر
طيب الخط ده عايز يواصل للآخر EX انتر، ممكن اختار آخر خط هنا انتر تاني EX انتر، كليك هنا انتر وحدد عليه ترم دبل انتر، خلاص الخط آخر هنا وامسح الباقي ترم دبل انتر تاني، ممكن اقص طيب الغرفتين ديل إذا هم مثلا نفس المقاس 6 متر 40 6 متر 40، ممكن أعمل خط هنا في نص الحمام اللي بيناتهم ده، أخذ الجزء اللي هنا وأعمله ميرور في الاتجاه الثاني بدل ما أنا أرسم. طيب فهرسم مثلا لاين، بس عشان أضبطه أولا لازم أقص هعمل ده الحمام بتاعي، هعمل اكس لاين هنا خط مساعد، ممكن اخد حدد كل الجزء اللي فوق ده بعدين ميرور، بس همسح ده هنا هاخد ميرور من ده ام اي كليك هنا كليك هنا انتر كده اكستند ترم السرعة بطيب الممارسة، يعني كل ما الواحد مارس يكون يعني بيستحضر الأوامر دي وما بيتأخر يعني في الرسم. طيب هنا عندي تاني الجزء ده 10 متر بعدين 1.85 متر، أعمل أوفست 10 متر بعدين أوفست 1.85 متر أوف. طيب 3 متر دي مفروض انا اخدت من ورا شوية فصح من هنا 1.80 متر 1.80 متر كان اخد الخطين دل كده موف لبرا شوية عشان اعمل منهم ترم ترم تاني، ممكن ادوس كده بسهولة بدل ما ارسم خطوط عملتها اوفست من نفس الخط، يعني اوفست 1.10 متر بعدين اوفست 1.80 متر واخدت الخطين ديل وعملت موف، بس لازم اكون شغال على ارسم ترم دبل انتر اقص كده عملت فتحة الباب. نفس الشيء ممكن اعمل هنا، فانا حقيف لغاية هنا بس عشان التسجيل شكله طول فدي الطريقة اللي انا برسم بها الشكل بتاعي او المخططات المعمارية. اتمنى يكون الشرح واضح وان شاء الله بالممارسة اتوقع يعني في البداية ممكن شوية الأمور تكون صعبة والأوامر ما محفوظة، بس إن شاء الله بتخلص أول تاسك أو أول جزء وخلاص تاني إن شاء الله بتنطلق وتلاقي الموضوع إيزي جدا. طيب بالتوفيق إن شاء الله وحاجة في لغتي.